الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا تعليقي على غرق سفينة المهاجرين قبل أيام في البحر المتوسط. نسأل الله الرحمة للجميع، ولكن هناك كلمة لابد أن نقولها، وهناك تحذير وتنبيه من القرآن العظيم. اعلم أخي الحبيب أن الهجرة، إذا أردت أن تموت شهيدا، إذا حصل معك أي مكروه لا سمح الله، يجب أن تكون في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وقبل ذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لماذا هنا القرآن يؤكد على عبارة في سبيل الله؟ ليخبرك أخي الحبيب أن حياتك، إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة، حياة آمنة مطمئنة، ينبغي أن تكون حياتك في سبيل الله. إياك أن تقذف نفسك في البحر من دون أن يكون ركوبك للبحر هذا هو في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. للأسف معظم من يخرجون للهجرة اليوم، معظمهم في سبيل الدنيا وليس في سبيل الله، يطمح لأمور مادية، يحسن وضعه المادي، وهذا حق كل إنسان طبعا، ولكن نحن نريد الأفضل، نريد أن نتجنب هذه الكوارث أخي الحبيب. يعني حقيقة مناظر تدمي القلب. هذا البحر يبتلع الآلاف سنويا أيها الأحبة، ممن ضاقت بهم الدنيا، وللأسف الكثير منهم نسي أن يلجأ إلى الله عز وجل. الله قريب أخي الحبيب، إياك أن تيأس، إياك أن تقذف نفسك في أمواج ظلمات العصر. العصر الذي نعيشه أيها الأحبة مليء بالظلمات، مليء بالظلم، مليء بالنقص، بالمرض، بالقلة، بالأذى. الله سبحانه وتعالى تعهد أنه سيرزقك الحياة المطمئنة، ولكن بشرط أن تلتجئ إليه، أن تسأله، أن تطلب منه. القضية بسيطة جدا أخي الحبيب: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل دعوت الله؟ هل قلت أنا سأهاجر في سبيل الله من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يرضى الله عني، أم أنك قذفت بنفسك هكذا بين أمواج هذا البحر، قذفت بنفسك في أمواج المجهول، حيث إن يعني من الذي يسيرك؟ الله. من الذي يسيرنا جميعا؟ هو الله عز وجل. ولكن أنت هل رضيت أن يختار لك الله الخير؟ الله خلقك في مكان معين، في أرض معينة، صحيح فيها نقص، فيها مشاكل اقتصادية أو سياسية أو مادية أو مشاكل أخرى، ولكن أخي الحبيب اعلم أن الله اختار لك الأرض الأنسب لآخرتك، لأننا كلنا سنموت بالنتيجة. من لم يمت غرقا سيموت على فراشه أو يموت بأي سبب آخر. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. لذلك أخي الحبيب لا تقذف بنفسك في أي مكان دون أن تستخير الله عز وجل، دون أن تكون هجرتك لله سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا
إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت، ما هي النتيجة؟ فقد وقع أجره على الله. سبحان الله. إذا أردت أن تعيش شهيدا وتموت شهيدا، الحل بسيط جدا أخي الحبيب، وهو أن تجعل حياتك خالصة لله سبحانه وتعالى، أن تكون حياتك هذه تعيشها من أجل الله وتموت من أجل الله، وأي عمل تعمله تقول يا رب أنا هدفي همي أن أرضيك، كما قال سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. عندما قال هذا الكلام أنقذه الله من الغرق وأغرق فرعون. سيدنا موسى عندما واجه البحر وأصحابه يئسوا من رحمة الله، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هل يأس؟ هل فقد الأمل؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. كم واحد منا يتذكر هذه الآية عندما يواجه هذا البحر، يقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. والله سبحانه وتعالى هدى هذا النبي الكريم وأنقذه ونجاه من الغرق وأغرق عدوه فرعون. نبي الله يونس عندما كان في ظلمات البحر التقمه الحوت، لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تخلصه من هذا الحوت، ولكن الله موجود. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن القضية أخي الحبيب تحتاج لأمر بسيط جدا، أن تتذكر الله في كل شيء، أن تتذكر أن الملك موجود لن يتخلى عنك. كنت جنينا في بطن أمك وحولك سائل مظلم لا أحد يستطيع أن يصل إليك، قدرة الله وعناية الله ورحمة الله لم تترك ثانية واحدة، سخر لك الرزق والحماية وسخر لك كل شيء سبحان الله، حتى خرجت إلى هذه الدنيا ولم ينسك الملك عز وجل. طيب، أينساك هذا الإله العظيم وأنت تقول يا رب؟ لذلك أخي الحبيب أنا أود من خلال هذه الدقائق القليلة أن أبث ومضة أمل في قلب كل يائس. اعلم أن الأرض التي خلقك الله فيها الخير، وإلا لما خلقك في هذا المكان، كان قادر أن يخلقك في أوروبا، في أمريكا، في الصين، في أي مكان آخر، ولكنه هو يعلم ما في نفسك ويعلم ماذا يصلحك. عندما خلقك في ظروف صعبة جدا كان يريد لك الخير. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا تستحق الشقاء والعناء، لا تستحق أن نفكر فيها. الله يريد لكم الآخرة، لذلك يجب أن تصبر في الدنيا، فيبتليك في الدنيا بما تكره. أحيانا تصيبك ظروف سيئة جدا تكرهها، ولكن الله عز وجل خبأ لك جنات تجري من تحتها الأنهار. لذلك أخي الحبيب لا تيأس، وإذا اتخذت قرار الهجرة تذكر هذه الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الشرط الأساسي للهجرة أن يكون في سبيل الله، في سبيل الله، من أجل الله، ليس من أجل امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها أو من أجل أن يرفه نفسه أكثر، لا،
اطلب الرزق من الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن أرجو من أحبتي في الله أن يتذكروا هذه الآية، وعندما يصادفنا أي موقف يجب أن تتذكر موقف النبي يونس عليه السلام عندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله هذا الدعاء أقوى من موج البحر. هذا الدعاء يعطل قوانين الفيزياء. سيدنا يونس كان على أعماق سحيقة في البحر، حتى الغواصات لا تستطيع إخراجه من بطن الحوت، ولكن بقوة التسبيح، قوة سبحان الله، قوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك تذكروا هذا الدعاء جميعا أحبتي في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وإياكم. وإذا كان لابد من الهجرة أرجو دراسة هذه القضية دراسة مستفيضة، مع التوكل على الله، مع استخارة الله، واجعل أي خطوة تقوم بها هي في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.